خلينا بقى نتكلم عن قصص النجاح وقصص إصرار. عندنا قصة تحدي جسدتها الطالبة أميرة شعبان اللي ما كانش ليها نصيب من التعليم بسبب ظروف أسرتها، لغاية ما التحقت بفصول محو الأمية، وقتها ما كانش معاها شهادة ميلاد، وبعد الإصرار أثبتت نجاحها وتفوقها لغاية ما حصلت على 94.5% في الثانوية العامة، وده كان من فصول محو الأمية منازل. يعني قصة تدعو للفخر وبتأكد أن ما ضاع حق وراءه مطالب. يعني هي طلبت أو كان عندها حلم، وبالإصرار وبالتحدي قدرت اللي هي مش بس تاخد يعني الثانوية العامة، لا بعد هذه المسيرة الاستثنائية كمان التحقت أميرة بكلية الطب جامعة الفيوم. قصة أميرة وصلت للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبناء على توجيهاته اعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اعلن تبني الطالبة علميا ومعيشيا لظروفها الأسرية الصعبة. احنا معانا دلوقتي على التليفون الطالبة أميرة شعبان علشان نتعرف على رحلتها من الإصرار لحد التفوق والنجاح ودعم السيد الرئيس ليها. صباح الخير يا دكتورة أميرة. صباح النور على حضراتكم جميعا يا رب. اهلا بيكي، صباح الفل عليكي. صباح الخير على حضرتك. ناس كتير قوي اول ما تلاقي عندها صعوبات في الدراسه تقول كويس هي جت من عندهم، انا مش عايزه اكمل، يلا هي جت مصلحه. لكن انت كان عندك اصرار كبير جدا انك تتعلمي وانك تواجهي فعلا الواقع رغم صعوبته وقتها. ايه الدافع كان ليكي وقتها ان انت فعلا تكملي تعليمك؟ الدافع وقتها ان الواحد كان مؤمن جدا بحلمه، ومؤمن جدا ان ربنا سبحانه وتعالى هيكون معاك دايما طول ما انت نيتك خير. صحيح. كل هدفي انه ارتقي بنفسي وباهلي وبلدي، دي اهم حاجه كمان. يعني رغم الصعوبات دي كلها كان في حاجه كده، في شعاع نور باين من كل مكان انه اكيد هوصل، لانه انا هدفي كله خير، وانه مش شايفه نفسي قليله، شايفه نفسي فيها كل الاصول المصريه العريقه. قليله ايه بس يا دكتوره اميره، انت شعاع النور لينا كلنا، يعني انت شعاع نور وبصيص امل لينا كلنا بان فيها حاجه حلوه، ان التحدي موجود والاصرار موجود، وان هي دي عقيده المصريين لما بيحطوا حاجه في دماغهم لازم يوصلوا لها. عاوزين نعرف منك بقى مين اكتر حد شجعك في قرارك وقتها ودعمك في خطوه البدايه الصعبه وسهل ليكي الطريق؟ اكيد طبعا امي، يعني الصراحه ربنا يديها يا رب الصحة. كلهم كانوا بيدعموني بس امي بالذات دي كانت، يعني اكيد طبعا اي حد منا كان عنده مواقف هبوط وصعود، انا اكيد مش دايما ناجحه، اكيد ده ما حصلش، بالعكس ده كان في مليون الف سبب بيقول لي علي، مليون الف حاجه بتقول لي ما تكمليش، ما وفيش، مش هينفع، يعني كذا حاجه، بس لا هي امي دايما، لا هتقدري، لا هتوصلي، لا كملي، لا انت تستاهلي، لا انت كذا، يعني امي دايما كانت يعني الملهم الاساسي ليا، دي حقيقه. صبحنا عليها بس وربنا يديها الصحه وطولة العمر يا رب. يا رب يا رب، اللهم امين. طبعا حتى في الوقت ده يعني انا ما كنتش متخيله، انا لما يعني انا نمى عن علمي الدعم، اول ما عرفت انا كل الفرحه والسعاده مش عشان الدعم نفسه، الفرحه والسعاده كلها بتكمن في انه بقى في رئيس بيوصل لينا، بقى في رئيس بيوصل لطلبه زيي، على فكره انا في زي ملايين، بس انه الرئيس ذات نفسه يوصل لي انا، ده شجعني جدا على فكره، حتى في الفترات دي بالذات ليا انا بسميها فترات هبوط بالنسبه لي حاليا، فلما الاقي يعني دعم وتشجيع من الرئيس نفسه، ده كان مليون الف دليل ورساله واضحه بانه ان شاء الله في حاجه كبيره ليا. ان شاء الله دي كانت رساله قويه من ربنا سبحانه وتعالى ان نكمل، وكانت رساله كبيره جدا، انا فرحت بطريقه حضرتك ما تتخيلهاش انه بقى في رئيس يوصل لنا، دي اكتر حاجه بسطتني عن الدعم نفسه. انا لسه الدعم لسه ما وصلنيش دعم كافي، او لسه ما فيش حاجه على ارض الواقع لانه لسه حاجه جديده، بس الفرحه انه بقى في رئيس يوصل لنا دي حاجه بالنسبه لي يعني مبسوطه جدا جدا وفخوره جدا جدا ان بقى في رئيس زي كده في بلدي، بقيت حاسه انه خلاص انه الملايين اللي زيي هيبقى في مليون الف كده بيشجعوا منهم يكملوا، لانه خلاص بقى في حد بيقدر، بقى في رئيس دوله بيقدر حد، والحد ده يعني لسه ما فيش ولا اي حاجه خالص عملها، الحد ده بقى يعني موجود، معلش انا اسف الكلمه، في اطراف الكره مش الكره نفسها،
وقدر يوصل له ويشجعه. ليه اسفة في اطراف القرى؟ ما هو ده اللي قائم عليه كله حياة كريمة، ان كل المصريين من حقهم ان توصل لهم الخدمة زي العاصمة، زي الاطراف اللي موجودة في القرى. هو ده اللي الدولة المصرية شغالة عليه في الفترة الاخرانية، مش بس في الخدمات وفي الانشاءات، لا في البني ادمين نفسهم زي ما انت بتقولي يا دكتورة. طبعا، وده انبسطت بيه جدا، واتمنى كل التنفيذيين والجهات المعنيه يكون هدفهم زي سياده الرئيس، هدفهم مساعدتنا، مش العمل يعني مش العمل على شيء معين من الشو او العرض بس. انا دي اكتر حاجه بسطتني. انا عموما والله والله فعلا انا ما كنتش عارفه اقعد من يومين من التليفونات وكده، بس انا قلت الاولى ان انا اطلع في تلفزيون بلدي، اول حاجه واول شرف ليا ان انا اطلع في تلفزيون بلدي. بعدين والله كان في قنوات كتير دوليه وكان في قنوات كتير، بس انا حسيت ده شرف لينا يا اميره، واحنا اللي يعني نتشرف بيكي، يعني وجودك في تلفزيون بلدك ده شرف لينا واحنا اللي نتشرف بيكي، انت تشرفي مصر كلها. الله يخليك، شكرا. طيب اميره، الطب هو كان الهدف ولا انت كنت عايزه توصلي لكليه قمه بصفه عامه زي ما بيتقال عليها الكلمه الدارجه يعني؟ لا الحقيقه هو كان هدفي من زمان جدا جدا، يعني حتى لو سالتي الناس اللي حوالينا هيعرفوا كده، هيعرفوا ان ده كان هدفي يعني من وانا صغيره جدا جدا. ليه بقى؟ كنت دايما اول هل في تخصص معين؟ يعني هو اي مجال في الطب بالنسبه لي هو بالنسبه لي متعه، يعني اصلا الطب ده هو مبلغ علم الدنيا، انما العلم علمان، علم الدنيا هو علم الطب. واتمنى من ربنا سبحانه وتعالى انه يقدرني فيه، لان هو فيه لذه كده انه من احياه فكانما احيا الناس جميعا. الله عليك. ده طبعا فيه لذه فيه، يعني انا روحي بتتغذى بان انا اقدر اساعد. يعني حتى انا كنت بقول لهم زمان، انا كنت دايما يعني مش اللي هو عشان طب بس، هي اي مساعده انا كنت فيها. يعني كان احلامي دايما وانا صغيره ان انا ابقى محاربه، يعني ما تفهميش ازاي، اللي هو محاربه ايا كان مجالي هبقى محاربه فيه، ودايما احلم ان انا بحارب عن على بلدي وحاجات كده بتاعت الاطفال، اللي هو يعني اي حاجه فيها ان انا ابقى بنفسي لبلدي في اي شكل من الاشكال. وانت محاربه يا اميره، يعني حاربتي وتحديتي الظروف وقهرت الظروف دي لحد ما صوتك وصل للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، واصبحت النهارده يعني قدوه ونموذج يحتذى به. فعاوز اعرف ازاي استقبلتي دعم السيد الرئيس ليكي، وتوجيهات السيد الرئيس بدعمك تعليميا ومعيشيا ايضا عشان تقدري تحققي حلمك ورسالتك اللي انت قلتيها. انا بقول لحضرتك اكتر حاجه بسطتني اكتر من الدعم، اكتر من خبر الدعم، انه بجد التصرف بتاع الرئيس نفسه ده شيء عظيم. احكي لي دكتوره اميره، ما تضحكيش علينا يا دكتوره اميره، احكي لي استقبلتي الخبر ازاي؟ عرفتي ازاي؟ لا والله فعلا انبسطت جدا جدا جدا. حتى مين بلغك؟ يعني هو حتى انا كنتش قادره، كنت يعني بقول لحضرتك الفترات دي فترات بالنسبه لي هبوط وخفقان. والله والله العظيم فعلا قمت، لا انا اسمي بيقترن بسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا دي كانت رساله قويه ليا اني اكمل، ومش هكمل تكمله عاديه، لا لازم اكون عند حسن ظن حضرته، لازم ان انا ابدع واعمل اي حاجه، لازم ابقى موجوده، لازم ابقى موجوده بقوه واثبت انه ان شاء الله هبقى اكون قد الثقه اللي الرئيس عطاها لي. ودي على فكره رساله للملايين زيي، انا متاكده ان هو دعمه ليا ده هيشجع ملايين من الطلبه. وانا اعتقد ان السيد الرئيس يعني واثق ان انت عند حسن ظنه، واللي انت هترفعي اسم مصر، يمكن مش هتكتفي بس ب يعني تخرجك من كليه الطب، اعتقد عندك طموح اكتر من كده. كل طموحاتي كلها ان انا امثل بلدي ايا كان هو ايه، بس انا همثلها باي حاجه تبقى شرف لينا وللوطن العربي كله ان شاء الله باذن الله. طيب ايه الرساله بقى اللي حابه توجهيها للسيد الرئيس؟ طبعا بحب اشكره جدا جدا، واتمنى ان انا اقابله بنفسي واشكره، لانه والله حتى على مدار السنين الاخيره انا بشوف كل حاجه بيعملها هي انجاز، وكل حاجه هي مختلفه، بيعمل كل حاجه بشكل مختلف بطعم مختلف. انا فعلا انبهرت جدا لما عرفت ان هو وصل لي. طيب قلت يعني أميرة، عرفت أميرة انا عاوز اسالك سؤال وبس، يعني توعديني ان انت تجاوبيني بمنتهى الصراحه. طبعا اتفضل. طيب لان للاسف قافه المجتمعات دلوقتي، لو انا ما خدتش الخدمه مش هطلع اشكر واقول ان لا في حاجه بتتغير. فانت لو ما كانش جالك الدعم ده، شايفه ان الدنيا حواليك بتتغير؟ شايفه حياه كريمه موجوده عندك في الفيوم ازاي؟ انا بصراحه اكيد شايفه تطوير في الطرق، شايفه تطوير جدا في الطرق، دي اكتر حاجه انا بشوفها حواليا، وفي طبعا تطوير، لا ازاي ما فيش تطوير. انت في الفيوم صح؟
ايوه انا في الفيوم. قولي لي ايه التغيير اللي حصل عندك في الفيوم من حياه كريمه؟ يعني انا مش عارفه اهداف بالظبط حياه كريمه، بس اكيد موجود في حوالينا في عزب. يعني في حصل عندكم صرف صحي؟ حصل عندكم مجمع خدمات، مجمع زراعي، الحاجات دي شفتيها؟ هو يعني هو بالفعل كان موجود الحاجات دي، بس يعني هو طبعا اكيد في الحاجات دي يعني زياده تطوير او حاجه، بس حياه كريمه اكيد احنا بنشوفها حتى في نماذج في كرة بعيده انه قد ايه تم مثلا تدخيل انترنت في كرة. طبعا حضرتك عارف ان الكرة بيبقى صعب فيها الحاجات دي، فخلى الحياه اسهل، وحتى الطرق. يعني انا فاكره ان كان في طريق بنمشي منه عشان خاطر نروح الكليه، ده كان بيبقى بعيد جدا، بقى في طريق سهل جدا بيختصر وقته ومريح جدا حتى نفسيا. والله حتى لو صورته فعلا فعلا زي شوارع اوروبا بجد، الشارع بقى تحفه يعني في المكان اللي احنا بنمشي منه. والله فعلا مش عشان انا بقول على شفتي بقى الكلمه دي لوحدها يا دكتوره اميره كفايه، اللي انت تحولتي من قريه موجوده في مكان نائي او اطراف متراميه زي ما بداتي تقولي، ليه في اخر المداخله اهو دلوقتي بتقولي لي ان الشارع عندكم تحول لشارع يضاهي الشوارع الاوروبيه، موجود فين؟ في قريه في الفيوم. كل الشكر ليكي اميره شعبان او الدكتوره اميره شعبان على المجهود اللي عملتيه وعلى وجودك معانا. يعني ما ضاع حق وراءه مطالب زي أكيد ما بنقول أكيد. وأميرة كان عندها حلم وعندها إصرار وحلمت، يعني كان عندها إرادة لتحقيق حلمها، وأن الوصول ليه مش مستحيل، وبالفعل قدرت اللي هي تحقق ده وتتحول لقدوة لكل يعني مصري ومصرية. بالتوفيق ليكي طبعا يا دكتورة أميرة، وتشرفينا إن شاء الله في الاستوديو.